بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشوف المرض بهذه اللعبة ونشوف إيش معنى مرض كلاش رويال وليش وش معنى كلاش رويال مرض. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة بيكا. فزت على بيكا بدون مبنى، جابوا لي بيكا مع مباني، خسرت منهم كلهم. التسلا فزت عليه، الله يلعن أبوها. لعبة نشوف كيف كانت هذه المباريات. أضحكني القهر اللي قاعد أشوف المباريات اللي قبل. مو بس بيكا مع الساحرة. كثير على هذه الهجمة. شيء مستفز، حركات مستفزة كذا. كيف هجومين حركة الكبش تشتتك وتعطل الخنزير، شيء جدا مستفز. لو كنت ألعب ساحر كان الآن مستحيل أفوز من السياف، تقريبا هو سبب الفوز بالخاصة نهاية المباراة. رمى عليه كرة نار وصاعق، لو كان ساحر كان مات وانتهى. نشوف المباراة اللي بعدها. طبعا انا حولت الخنزير لانه يعني ملاحظ انه يعني الخنزير تعبني، العب الفيكا والخنزير قلت يعني اكيد يعني الخنزير بيكون افضل اذا كان خصوم بيكا، لكن إذا كان خصوم ميجا نايت لا العكس، يكون عملاق أفضل لأنه ما يتأثر بالميجا نايت من الخنزير من أول مرة من ميجا نايت. شوف الآن ينفع هنا الآن، شوف زي ساحر كهربائي وبيكا فالكري، لكن مشكلة يعني في مباني. فزت على الخصم اللي قبل شوي، جاني هذا طبعا هذه خسارة. بسم الله شيء استفزاز جدا، حرقان قهر غير طبيعي، لكن حسب الله هي كذا اللعبة. أول ما يشوفون تفوز زي كذا حاجة تقهر من جد، حاجة تموتك من القهر. شوف هذا منا يمكن عربية واسمها منا، المهم أهني هذا اللاعب. شوف كيف وين فيك بس الأقل خلصت على فيك الخصم، ما احتاج فيك هنا والله يضغط. أول شيء الخنزير انجلد، ثانيا في تسلا، والله العظيم شيء يقهر، والله العظيم شيء يقهر. شوف كيف ثلاث سبل، صاعق، جذع، كرة نار، حرقان. خلاص انا شايف الخسارة الان جد.
تسلا راح فيك ويلا يلا خصم ظريف على الأقل حين يكون هل اسمه هنا أم لا حين يكون اسم رجال أجنبي مشابه من أي بلد من بنغلاديش ممكن ركيب هذا اسم زي اسم القائد اللي كنت موجود القبيلة الموجودة فيها قبل بحساب الثاني يلا ما علينا شايفين كيف رابع مباراة ورا بعض شيء ما ينبلع شيء ما ينهضم أبد والله العظيم ضيم عدينا أشوف كيف مبنى وغيلان ويلا رقصني كيف يا الله تلعب الهوج بأي مكان ينسحب جات قريب الله يعين بس لعبة متعبة لا إله إلا الله انه 5379 ما اعرف اكمل او لا باقي 10 ساعات تنتهي هذه معركة تحدي التيجان او شيء زي كذا طبعا بيكون انتهى الموسم لانه الان ليلة الاثنين الساعة 1 ليلة الاثنين ففعليا هذه اخر 10 ساعات الموسم ما اظن يعني اقدر على 6000 بحاول الله أعلم لكن صحتك العصبية أهم وممكن يعني نقول يعني عادي تسلية وكسب ذهب وكسب هذه الشارات ومهارات البطايق الإتقان الحمد لله نقول لا إله إلا الله والحمد لله وحسبنا الله ونعم الوكيل